لنا هنا وشكاوي سمعتها كانت فيما يخص عربيات يعني من نوع معين المرسيدس، يعني شكاوى كثيره جدا في موضوع معين. بحسب معلوماتي انا، ويمكن دي المعلومات دي غايبه عن ناس كتير، احنا عندنا في مصر جهاز محترم اسمه جهاز حمايه المستهلك. هذا الجهاز حقيقه الامر لان الناس كتير مش عارفه، ولان الاعلام ما بيتكلمش عنه فمش عارفين نشاطه، انما هو ليه نشاط الحقيقه، وعلى قد ما بيوصل له من مشكلات بيحل هذه المساله. في كل الاحوال انا اتصلت بالسيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك. مساء الخير يا سيد اللواء عاطف. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ايه انت فين؟ انت هنا ولا هناك ولا فين؟ لا انا هناك، انا حاليا موجود في السويد، لان احنا بنحضر مؤتمر سنوي للمنظمة الدولية لأجهزة حماية المستهلك الحكومية في العالم، وده احنا اعضاء في هذه الشبكة، واحنا على فكرة البلد العربي الوحيد، وكان اول بلد افريقي بيشارك في هذه الشبكة، ولينا نشاط فيها. وفي الحقيقة لان حماية المستهلك عمرها ما بتبتدي بس في مصر، احنا بنحاول ان احنا نقول حمايه المستهلك بتبتدي من بره مصر، لان الوقايه خير من العلاج. احنا في عمل تنسيق هنا بنتكلم، احنا عندنا شويه حاجات كثيره قوي بنتكلم عليها حاليا، وبنحاول ان احنا نحط لها حدود، واهمها المواضيع التجاره الالكترونيه والبضائع الفاسده والادويه المخلفه والاعلانات المضلله والسلع العابره بين الحدود، يعني حاجات كلها انا اعتقد ان احنا بنحاول ان احنا نحط فيها معايير عشان نوفر على المستهلك انه يقع في مشكله، وبعدين في الاخر ندور ان احنا نحلها له. يعني انت دلوقتي الحاجات اللي في القنوات الفضائيه اللي بتجيلنا من اي حته لو اعلان مضلل وبيضرني، فمن هنا لقايه ان احنا يبقى التنظيم الدولي، يعني يبقى الاتصال من بره عشان نقدر نوقف هذا الكلام، لان ده ممكن يكون جاي لي من اي حته تانية. الادويه اللي بتجيلنا برضه من بره والكلام ده كله، ده كله داخل في النطاق بتاع الشغل يعني. ده من الحاجات، واحنا حطينا ان احنا المحور بتاع الاعلانات المضلله اللي جايه من بلد تاني غير البلد اللي بتوصل له، لان خلي بال حضرتك ان في حاجات كتيره قوي بتيجي مهربه، وفي قنوات كتيره قوي منفلته من بره مصر. احنا في الاعلانات المضلله عملنا مرصد اعلامي، حاليا بنرصد كل الاعلانات الموجوده في اللي هي بتذاع من المنطقه الحر الاعلاميه اللي هي موجوده في 6 اكتوبر، ولما بيحصل عندنا رصد لاي مخالفه، احنا انت عارف يا استاذ ابراهيم في خلال الاربع اشهر اللي فاتوا احنا رصدنا 520 اعلان مضلل بجاري اتخاذ اجراءات، تم اتخاذ اجراءات في 150، وجاري اتخاذ الاجراءات في بقيه الاعلانات، لانها بيبقى ليها نوع من العمل الخاص، يعني بنروح لوزاره الصحه ندور هل في تصريح ولا لا، وعشان نبني قضيه العمليه مش بتبقى بسيطه، بنحاول ان احنا نجمع كل زي ما عملنا في المحمول وشركات التامين في الفتره الاخيره، ان احنا عشان يتعمل لهم قضيه لازم ان احنا بنجمع معلومات وبنجمع فيها القرائن عشان لما نبعتها المحكمه تبقى القضيه قويه وتجيب تاثيرها. طيب احنا عموما بعد ما حضر احنا ما حدث في المؤتمر وتفصيلات المؤتمر والذي دار في المؤتمر، ان شاء الله حضرتك جاي انت بالسلامه ان شاء الله. انا باذن الله راجع يوم السبت، ولان احنا في نفس الوقت انتهزنا فرصه ان احنا عندنا التجربه بتاعت السويد بنحاول ان احنا نتعرف عليها، لان السويد من الدول الاوروبيه اللي هي بتعتمد على منظومه حكوميه في مجال حمايه المستهلك. معظم الدول بتعتمد على منظمات المجتمع المدني، احنا كان بيننا وبين المانيا وفرنسا واسبانيا توامه، فكنا اخذنا منهم المعايير اللي هم شغالين بيها، واخذنا منها حاجات كتير قوي حطيناها في القانون بتاعنا اللي احنا منتظرين ان هو يصدر في الفتره القريبه اللي جايه. انما انا اما عرفنا ان المؤتمر معمول في السويد فقلنا كمان نتعرف على التجربه السويديه، ان في الحقيقه دي تجربه، هم هناك انت عارف السويد بيعتمدوا على العمل الحكومي، واحنا هنا في مصر برضو بنعتمد على العمل الحكومي، فقلنا ان احنا نعرف منهم اذا كان ممكن نستفيد من علمهم، ومش عيب ان احنا ندور نشوف الناس اللي سبقونا عندهم ايه، طالما ان هو في الاخر هيعود بالنفع على البلد يعني. طيب استسمحك بتيجي بالسلامه ان شاء الله ان احنا نعمل حلقه على هذا الموضوع، نعرف الاحدث ما تم والتوعيه الكامله. بس انا الاساس في المكالمه اللي كنت بكلمها لحضرتك، في شكوى النهارده وشكوى تزايدت وكثيره من ان العملاء في احدى شركات العربيات اللي مرسيدس اشتروا عربيات، فاكتشفوا ان العربيات ديت غير صالحه ان تسير هنا عشان الوقود اللي هنا مش نافع معاها.
هل في وصل لعلم الجهاز حاجة زي كده؟ في الحقيقه انا بص حضرتك كان عندي يعني شكاوى بس مش كتير، يعني لم تتجاوز الشكاوى اللي هي خاصه بيها عدد 10 او 15 شكوى. انما هي المشكله في ايه حضرتك؟ ان هي ان احنا عندنا العربيات الجديده كلها بتعتمد على البنزين ال 95. بيجي بعض اللي هم البياعين يجي يقول له لا ده ممكن تحط فيها 92، وبالرغم ان هو على التانك بتاع البنزين موجود 95، انما الناس لان في الاول ما فيش مشكله وما حدش بيحس بالمشكله. اتضح من بعض الشكاوى اللي جات لنا العديد عربيات جديده ما عملتش فيه، منها عربيات عملت 30 و40 الف، حصل مشاكل في المحركات بتاعتها. احنا في الحالات دي، في هذه الحالات كلها تحت الفحص منها، احنا حلنا شركه مرسيدس للنيابه، لان احنا كنا طلعنا قرارات بتلزمها مثلا تغير محرك تغير عربيه، لان كنا قلنا في بعض الحالات منهم ثبت ان في بعض البياعين قالوا لا تمشي منها البنزين 92. اتنين احنا حاطين كان في تاثير هيطلع من الجهاز لكل اللي هم عندهم عربيات اللي هي ما بتاخدش غير بنزين 95، انهم يلتزموا باللي هو مكتوب على تانك البنزين بتاعهم. دي ايه المشكله؟ لان العربيات دي فيها كومبريسور، والكومبريسور عشان تقدر ان انت يوصلك، لانه مثلا اللي هو ال 180 اللي هو 1800 سي سي بيديها لك 1600، والكمبريسور بيوصله لل 1800. ده بيحتاج ان هو لازم البنزين بدرجه نقاء معينه. هو ده اللي احنا انا جبت عندي بتوع مرسيدس على اعلى مستوى، من اول رئيس مجلس اداره لكل اللي هي الشركات الثلاثه اللي موجوده في القاهره والجيزه والاسكندريه. واتفقنا معاهم ان هم اعتقد انه في خلال هذا الاسبوع هينزل تحذير من الشركه للناس عشان ان هي تلتزم بالبنزين اللي موجود عندها. واتنين بقى بنحاول لكل الحالات اللي عندنا، المشاكل اللي عندنا، ان احنا حاليا بنحاول نطلع لها مرجعيه فنيه، عشان لو احنا الزمناهم ان هم ياخدوا اجراءات سواء اصلاح او تبديل، او لو كان المستهلك عنده حق فيها، يبقى احنا خدناها بناء على مرجعيه فنيه. مرجعيتها الفنيه بناخدها من لجنه فنيه احنا مشكلينها في الجهاز مع كليه هندسه عين شمس. بس واحنا شغالين في اللي هم المجموعه الشكاوى اللي عندنا اللي هي حوالي من 10 ل 15 كلهم خاصه بالمحركات. لا بس هي الموضوع هم كل الشكاوى بقى ان هم حطوا 95 وملتزمين ب 95 ومع ذلك باظت برضه، لان هو زي ما سيادتك تفضلت. دي بص حضرتك لان زي سيادتك ما تفضل، اللي هيثبت ان هو حط 95 وفي ان هو 95 وحصل، انا عندي حاله زي كده ان في ناس كان حاطه 95 وان هم كانوا بيحطوا 95. هنا عندنا فرضيتين، اما 95 مغشوش موجود من محطه البنزين، يا اما 95 والمحرك فيه عيب. واللي احنا بيهمنا ان هو لو المحرك فيه عيب ان احنا ده ساعتها هناخد حق المستهلك. يعني احنا ما بنتكلمش دلوقتي ان ممكن يكون في ان الشركه غلطانه ولا مش غلطانه، او المستهلك غلطان ولا مش غلطان، او بنزين مغشوش ولا مش مغشوش. احنا حاليا الموضوع كله تحت، احنا حاطينه وقاعدين شغالين فيه بقى لنا دلوقتي حوالي 3 اسابيع. وانا بقول لحضرتك انا جبت من اول رئيس مجلس اداره الشركه اللي هو الاجنبي اللي اسمه فيليب، وكل الموجودين اللي هم ممثلين للشركات اللي هم بيشتغلوا موزعين معاهم، واللي ماسك الصيانه بتاعهم، احنا شغالين عليه وبندور على المرجعيه الفنيه مع كليه هندسه عشان نوصل للحقيقه. لا هو الموضوع ان العربيه 95 وحصل ان فيها، هنلزمهم ان احنا، انا بقول لك عندنا قوه الالزام في القانون ان احنا نلزم الشركه يا اما بالاصلاح يا اما بالاستبدال يا اما برد الفلوس. الثلاثه موجودين وبيتعرضوا على مجلس الاداره، ومجلس الاداره اعتقد المجلس الموجود مجلس على اعلى مستوى من الاحترام، وعمره ما هيضيع حق مستهلك حتى لو تعريف. هو هي القضيه تعرف عاطف بيه ان في النقطه دي تحديدا، هو بره بيعمل عربيه 1600 وبيرفع كفائتها ل 1800 بطريقه معينه اعتمادا على وقود معين، الوقود بره غير هنا. هو هنا نزل لي عربيه لا تصلح نزل لي عربيه لا تصلح للسوق المصري، هي دي القضيه. وعشان كده عشان ما عشان الجهاز حتى ما تخشوش في مشاكل كتيره، يا ريتهم يقفوا العربيه دي ما يدخلوهاش، واذا كان في شويه العربيات اللي بقوا يسحبوها، لان ويا دار ما دخلك شر. انا بحكي لسيادتك، لانه يعني هي دي المشكله. فالنهارده انت النهارده السوق المصري له متطلبات معينه وطريقه معينه، لان ال 95 بتاعنا من غير غش ولا حاجه هو مش 95، بيني وبين سيادتك يعني هو هيبقى اقل من كده في الاوكتين بتاعه. فاحنا عندنا ده وده حضرتك، احنا يعني احنا عندنا حاجات كتيره. بس انا
بس انا بقول النهارده لان الشركات العالميه المالتي ناشونال ديت، يعني انا الحمد لله ان كنتوا مولودين، والحمد لله ان في جهاز على راسه واحد اسمه عاطف يعقوب مع حفظ الالقاب، يعني انا لان انا متتبع حاجات كتيره الجهاز عملها وسيادتك عملتها. بس انا عايز اقول الشعب المصري مطلوب حمايته من الشركات العالميه، الشركات العالميه دي فتوات. انا موافق تمام. فتوات وفي كل حاجه هتلاقيهم، في شركات الاتصالات وفي مش عارف المشروبات وفي العفاريتات والكلام ده كله، فالناس ديت محتاجين. وعشان كده انت سيادتك بعد اذنك يعني ان احنا عايزين حلقه ان شاء الله ما ترجع بالسلامه نناقش هذا الموضوع باستفاضه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تيجي بالسلامه ان شاء الله. باذن الله. انا بقول لحضرتك باكد لك ان الموضوع تحت الفحص، ما فيش حد فوق قانون في مصر. بس يعني لازم تعرف حضرتك ان احنا رسالتنا ان نثبت ان ما فيش حد في اي شركه تجي لنا مستثمر فوق دماغنا، واحنا وسائل بنشجعه طالما ان هو ملتزم بقوانيننا. احنا مش ضد الاستثمار، انما ضد اي حد يحاول ان هو يفتقد على حقوق المصريين. هو ده كده تمام، وانا واثق من ده طول ما يعني انا واثق من هذا الكلام تماما وانه هيتم تماما. انا بشكر سيادتك ونلتقي الاسبوع الجاي ان شاء الله. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك، وده كان على خلفيه مشاكل في عربيات. المشاكل الموجودة في العربيات دي موجودة على يعني ممكن المشاكل دي بتحصل في حاجات كتيرة، انما واضح ان الشركات الكبيرة دي اذا ما كانش في حد هيظهر لها العين الحمراء في الدولة دي هيموتونا. وبعدين الشركات دي يعني هم انتوا بتيجي في اي شركة، اي حد بيشتغل في مصر بيبني بيستثمر بيعمل مصنع بيعمل عفريت ازرق، هو لما في الاخر بيشتغل وبيكسب، هو بيكسب من الشعب المصري ما بيكسبش من حد تاني. يعني لا ياريت كل مستثمر كده مع بعض يهدى كده مع نفسه كده شويه ويعرف اي حجم نشاطه وايا كانت عبقريته، انما في الاول وفي الاخر المكسب اللي تم طالما انك انت بتبيع منتجك هنا واللي بيشتري منتجك مصريين وهامش الربح اللي بتحققه من مصر، يبقى انت كسبت من الشعب المصري. وفي في في عرف كويس في الشركات ديت، احنا نقول اللي لنا واللي علينا. الشركات دي نقول اللي ليها الحقيقه، هم بيرصدوا مبالغ دائما بينفق منها على على في انشطه معينه على المجتمع، ليه مشاركه منه او ردا لجميل منه لهذا للشعب ده اللي اداهم الارباح دي. للاسف 99% من هذا الانفاق بيروح في حتت ما نشوفهاش. نلاقي شركه فتقول لك احنا هنعمل مش عارف ايه في الكوره وفي ايه في كلام، وتروح الحدوته مبلغ كبير قد كده، هم عامل زي المعونه الامريكيه اللي بيقول لك بناخدها، الاخ نيوتن بيعايرنا بيها النهارده في الاهرام، بيقول 100 مليار دولار في البتاع المصري اليوم. المعونه الامريكيه بتيجي احنا ما بنقبضش فلوس، ده بيجي يقول لك المعونه دي هتاخدها في شكل كذا وفي كذا، وبيعمل حاجه هو اللي بيوردها، يعني هو بياخد الفلوس وبيديها تاني لشركاته. صحيح باخد المنتج انا هنا يعني ده، ومشكورين يا سيدي على المعونه والكلام ده كله، بس مش هتديني المعونه وتذلني. انت برضه هتيجي تصرف هذا المبلغ، يا تصرفه صح. في بعض البعض بيعمل مشروعات كويسة في بعض الأحيان، إنما 90% المشروعات دي عارفين الجزء الهامش اللي بتعمله الشركات ديت، هو طبعا لما بيصرف أي حاجة تبرع وكلام بيتخصم من ضرايبه، يعني مش حاجة كده بيعملها لله يعني، إنما يا ريت الفلوس ديت تصرف في حاجة صح. في أغلب الأحيان بقى تعالوا لما نشوف يعني الأزمة بتاعت المحمول اللي حصلت ديت في الكروت أو خطوط التليفون اللي بتتباع في الشارع، كله عايز يبيع وعايز يشتغل في التنافس والكلام ده كله، انما محدش فكر في مصلحه المواطن المصري، انك لما بتبيع كارت من غير اي حاجه ان هيستخدم استخدام يبدا من الارهاب، ان ممكن يتقتل بيه زي الحاجات اللي تفجر زي التفجير بتاع النهارده بالتليفون محمول بخط مش معروف هويته، لان انه متباع في بير السلم بيتباع على الرصيف، والمفترض وفقا للاتفاقيات اللي هم ماضيين عليها مع الدوله انه اي بتبيع اي زي اي حته في العالم بتبيع، ده خط ده علاقه ده انت لما كنت بتروح تركب تليفون ارضي كنت بتمضي على ورق قد كده اهوت في الحكومه، وما الحكومه ما عملتش في التليفونات الارضي مكاتب، يعني انت ممكن تقف على الرصيف وتعمل تليفون ويجيبوا لك خط، لا ده كنت في الحكومه يقعدوا يمضوك على ورق وياخدوا اسمك واسم امك وخالتك وبطاقه ومش عارف قد كده ورق قد كده، لان ده التليفون ده ممكن تستخدمه استخدام خاطئ، ممكن تعمل بيه حاجات تضايق بيه ناس تعمل وهكذا. ما بالك بقى في المحمول اللي هو بيتحرك والكلام ده كله، فكان ما فيش اي حد هيشتري خط تليفون الا في المقابل فيه بطاقه عشان اعرف مين اللي معاه الخط ده، عشان ما اقتحمش حياتك الشخصيه،
عشان ما يعكسش ولادك ومراتك، عشان ما يخطفش حد ويقول لك اديني فدية، عشان ما يسرقوش عربيتك ويقول لك ترى خدت 30,000 جنيه وخدها ولا 100,000 جنيه وخدها. كل ده هم ما التزموش بده لانهم فتوات، شركات فتوات يعني ما التزموش ده. حاليا وزير السيد وزير المواصلات الحقيقه بيرجع الامور لنصابها دلوقتي، وفي القريب العاجل ما فيش خط تليفون هيتباع الا في مكان مع توكيل رسمي عشان يبقى فيه حساب. انا رايي دلوقتي ان الدوله اي خط تليفون بيتمسك اللي هو الخطوط اللي هي ملهاش ديت، وطبعا الدوله تقدر بيقدروا يجيبوا ده من غير ما يكون معاه بطاقه والكلام ده كله، تغرم الشركه اللي مطلعاها، تتحاسب هي، لان هي المسؤوله في الاول والاخر، هي اللي بتطلع الشريحه بتاعت التليفون دي الخط ده، وهي اللي بتبيعه في السوق دون ان ما اهتمتش والكلام ده بقاله سنين، ما اهتمتش تعرف ايه الموضوع، يعني الكلام ده مش النهارده ولا خلال الفوضى ديت، ده الكلام ده من ساعه ما فتحت الشركات بيبيع ويعمل لو عايز يبيع وخلاص. فانا القصد من الكلام ده وجود بقى جهاز حمايه المستهلك، وده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، لا ده الجهاز ده بحق وحقيقي، ويرقص هذا الجهاز راجل بحق وحقيقي، وجهازه في حاجات كتير تصدى لحاجات كتير جامده بحق وحقيقي. فالنهارده لما بتصدى في اي مشكله او بنتصدى في اي مشكله عشان تبقى حضراتكم معلومه، اي حاجه هتشتريها من حته وفيها عيب في الصناعه وكلام لا تروح له، هيجيب لك حقك، هيجيب لك حقك، هيجيب لك حقك. من اول بقى الابره لغايه العربيه اللي هي بتمنها قد كده، هيجيب لك حقك. والاسبوع الجاي حتى لو حضراتكم في اي حاجات من الكلام ده كله مشاكل تبقوا تحضروها، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنستضيف رئيس جهاز حمايه المستهلك. تتبقى المشكلة المعلقة اللي هي بقى بتاعة التحويلات الورقية، وطبعا المشكلة دي الأهرام النسائي يعني فتح موضوع الحقيقة، يعني النهاردة كل الأستاذة راندا المصري بتقول إن وزير التعليم رفض تحويل البنات وقال ما فيش تحويل ورقي وقربهم من اسكندرية لأسوان. المهم حكي بقى حكاية وبتقول وكل بيقول إن الوزير قال إن التحويل الورقي ده فيه مفاسد، وفي نفس الوقت هو قبل ان ناس كتير مع اصحاب الحظوه بقى اللي هم دولت ان حولهم وفقا للروايه اللي عاملها او البيانات او المستندات اللي قدمها الاهرام المسائي، ان في ثبت ان في ناس اتقبل بتحويل ورق. طب يا سياده الوزير، هي المساله اصلها مش فوق القانون، انت بتقول اصل ممكن في تحويل ورق يحصل تزوير ويحصل حاجات، ما تخلي الموضوع كله يتم من مكتبك انت ونخلص من هذا الموضوع. انما البنت اللي تروح النهارده من هنا توديها اسوان عشان الاقي يدفعوا لها 709، كان في رساله امبارح 729 جنيه مش عارف ولا قد ايه، شقه عشان يسكنوا ثلاث بنات مع بعض وقاعده متغربه والكلام ده كله، هي الناس معاها. في بقى الاستاذ ملاك عادل بيقول مشكله التحويلات الورقيه سياده وزير التعليم العالي وصفها بالاجرام وسببا في ضياع تكافؤ الفرص واجرام، ولم يلتفت للحوادث الارهابيه وقضايا التحرش والمشاكل الماديه، ومع ذلك فالمساواه في الظلم عداله يا سياده الوزير، فتحت التحويلات الورقيه لناس كبيره في البلد يهمك شانها، والغلابه تولع زي تولع، حسبي الله ونعم الوكيل. انا زيزو بتقول في خبر بيقول ان الوزير فتح التحويل لبعض الطلبه فقط الا ابوه ظابط احنا يعني مش هتتكلم، هو فتح خلاص، مين ابوه مين ولا خالته مين، هو فتح لما عارف وعمل لما عارف، وسياده الوزير مش واخد باله ان مفيش حاجه، اصلا انت مش حاجه هتستخبى يعني. انا رايي يا سياده الوزير الرجوع الى الحق فضيله، انك هذا الموضوع يترجع يتعدل يعني. طارق الاستاذ طارق عبد العزيز بيقول لي طلبنا مقابله وزير التعليم، كلمونا بمنتهى التجاهل والتهكم وقالوا لما نحدد ميعاد هنقول لكم. طيب قدامنا مثلا قد ايه لما نحدد ميعاد هنقول لكم؟ يعني يا فندم نستنى شهر ولا اكتر، ولا الموضوع مفيش مقابله؟ قلت لك لما يتحدد ميعاد هنقول لكم. هو احنا كفره ولا بني ادمين ولا الاستاذ طلعت من سكرتاريه الوزير بقى رئيس الجمهوريه ولا